الشخصية العراقية النجفية شنو تتميز عن غيرها من الشخصيات؟ يعني هل أكو فرق بين العراقي النجفي عن العراقي اللي من كربلاء، أو العراقي اللي من الموصل، أو العراقي اللي من بغداد، ولا لا في النهاية هم نفس، ماكو اختلاف؟ لا، هنالك فرق أو فارق كبير أرجو أن لا يتحسس منه العراقيون. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلت الآن جزافا بأن النجفي شجاع، فهل معنى هذا بأن ابن البصرة أو ابن الموصل غير شجاع؟ الجواب كلا، أيضا شجاع، لكن راح نعطي يعني مميزات للشخص النجفي بسبب الطبيعة التي تتحكم به، يعني والمدينة، وجود مرقد الإمام علي بحد ذاته يضيف شجاعة إلى شجاعة العراقي، يضيف شجاعة للنجفي، لأن النجفي لما يمشي في الشارع أو يعني يتغنى ببطولات وشجاعة وأمجاد علي بن أبي طالب، ولهذا أبناء المحافظات الأخرى يطلقون على النجفيين أولاد علي. فإذن هذا عنصر الشجاعة يعني موجود عند الشخصية النجفية، وليس معناه بأنه أبناء المحافظات والمدن الأخرى غير شجعان، لا، هذولاك أيضا يمتازون بالبسالة والقتال والشجاعة، منتهين منها، بس الآن أنا أتحدث عن الشخصية النجفية. الطابع الآخر، الشخصية النجفية قد تكون قاسية بوجود الصحراء، لأن النجف هضبة عالية تشرف على الصحراء التي تؤدي إلى السعودية، إلى عرعر ورفحة، هاي الصحراء الشاسعة مئات الكيلومترات، هاي كلها صحراء. أيضا نقطة ثالثة يحملها النجفي وهي متناقضة مع القساوة يعني والشجاعة، وهو أنه الثقافة والتفهم بأثناء النقاش. لماذا؟ لأن النجف مدينة علم، وكل كتاب حتى لو كان ممنوعا في أي دولة بالعالم أول ما يدخل للنجف ويقرأ من قبل القارئ النجفي، والنجفيون يلتهمون الكتاب التهاما، يقرؤون كلهم، بزاز، بقال، عطار، قصاب، تجده شاعرا عند ديوان شعر، الكل يقرأ، الكل يقرأ، وكل بيت نجفي، يعني إذا مو كل قد يكون مبالغة، السم الأعم الأغلب أنه فيه مكتبة مصغرة لما تدخل إلى بيت نجفي، أما مكتبة كبيرة عامرة أو مكتبة صغيرة فيها 100-200 كتاب يقرأها الشباب.